جامعة دمشق العريقة وقعت اتفاقية مميزة مع منظمة آمال في مجال البحث العلمي والنشر البحثي والتطوير والتدريب ونشر المعرفة في مجال الأبحاث العلمية المشتركة. جامعة دمشق لن تألو جهدا في تطوير وتأهيل والانطلاق بأنظمة البحث العلمي المختلفة في جامعة دمشق، مما يساهم في رفع تصنيف الجامعات وتعزيز تواجد الجامعة في خدمة المجتمع، ولن ندخر جهدا لمثل هذا التعاون والتنسيق. تعاون المنظمة مع جامعة دمشق عمره أكثر من 20 عام، وتم أكثر من 10 اتفاقيات لعدة اختصاصات لترميم الكوادر المؤهلة لعملية التأهيل في مجال الإعاقة الحقيقة. الدكتور أسامة كان متعاون جدا، وجامعة دمشق متعاونة، ونتمنى للبحث العلمي اللي هو أساس تطور أي بلد، ونحن في مرحلة إعادة أعمار وتطوير، وبالتالي نتمنى على هذا التعاون أن يثمر قريبا.